مساء الخير عليكم او صباح الخير عليكم وين ما كنتم. من بعد الصلاه عند النبي عليه الصلاه والسلام، اليوم ان شاء الله راح نبارطاجي معكم هذا الكاطو اللي يدوب في الفوم بلا باتور بلا بيض اي جوست بالميكسر. فوزالي مو دوموندي على بيت بوزو لي كيسيون تقولوا كومون، انا نقول لكم تفضلوا معايا في الوصفه راح تعرفوا كيفاش راح نديروا. بسم الله. هنا عندي 250 غرام مارغرين عادي تكون خرجتيها من قبل، كاس ما بين نص كريستاليزي ونص سكر غلاس لو ميم فيغ. راح ندير ربع زيت ربع ماء والباقي ربع تاع حليب، ربع زيت ربع حليب وربع ماء. فوالا نجيب الميكسر وراح نميكسيهم غير بالميكسر، نرمي عليهم رشه ملح لافاني ونجيب الميكسر ونميكسيهم كيما هكا. بعد ما ميكسيتهم هكذا كامل راح نزيد اضافه للبنه. عندي هنايا 2 كويغ سوب تاع كاكاو محمص مرحي خشين، تحبي ديري الجلجلان، تحبي ديري اللوز، تحبي ديري نوا د كوكو، يعني ا فوتغ شوا. تحبي ما ديريش. درت عليهم ان باكيت تاع لي فيغ شيميك ما يعادل 10 غرامات. ونجيب الفرينه هنايا، ما نقدرش نقول لك القياس تاع الفرينه، لي ميزور تاع الفرينه. طمي لاباط حتى تولي لك العجينه طريه ماشي يابسه هكذا ما تلصقلكش باليد الاخرى. هنايا نجيب انساشي هذوك تاع الخبز نورمال، حنفرشهم هكذا على العجينه على بالكم بلي طريه باش تعاوني، ونعاود الاخر فوقها هكا، ونحل لاباط ريكتونغولار يعني كامل كيف كيف، نحلها كامل يطاليها على لو بلان دو طرافاي، ونجي نطبع بلي مول لي زومبورتو بيس هكذا عادي دوائر كيما نديرو لي صابلي. تحبيهم كاري تحبيهم دورين، يعني ا فوتغ شوا. نعطيك استيس واحده اخرى، هذه جوست لي حبت مت يعني ما تطبعهمش، ديري ديريكتومون بابي سوفيريزي فوق لاباط، عاودي قلبيها فوق سنيوه وطبعي دوائر هكذايا باش ما تخسرلكش العجينه، وتنحي لو سوربلو يعني زياده تاع العجينه، ولاباط تاعك ما شاح تبوجي لك كامل، تقعد لك هكذا كيما راهي باسكو العجينه بزاف طريه. فوالا هاد لاباط خرجت لي ما شاء الله. هاد لا ديكوراسيون درتها انايا، حبيت انايا ندير دوائر من العجينه، زدت لها شويه فرينه برك وندير دوائر هكذايا، حبيت نشبح بهم لي صابلي ديالي بيان سور باش يخرجوا ان بو سبيسيال. فوالا بعد ما طابوا لي هكذايا جبت بات تاع الفريز اللي يتباع برا هكذا، نعمر كامل هذيك في الميليو ونزيد نجوز عليهم غير شويه. هنا عندي سكر كريستاليزي سكر غلاس، كنت لونته شويه بالغوص بالخوخي كما يقولوا لي زالجيرواز، وسوبودري هذوك الحبات من الفوق، ونحط الحبه هكذا من الفوق. فوالا نعمرها بلا بات دو فريز، نعمر بيان سور لو ميليو بيان، ونحط هذيك من الفوق هكذا. طياب تاع هاد الكاطو عادي كيما طيبو لي صابلي 180 درجه، وماشي لازم تخليه شويه حميمر من تحت ويكون بيض من الفوق. عندي استيس ليك تاني بور لا ديكوراسيون، هادي تاع المول تاع الفرفاره حطيته في الميليو وسوبودريت عليهم هكذا. فوالا سي جوست بور لا ديكوراسيون. اي فينالمون هذا هو الكاطو اللي درتو معاكم اليوم، لي فريمون طرو توب. شوفي كيفاش شبحتو ما شاء الله، يعني نقدروا نشبحو بحاجه سامبل اي افوار اي فوا افوار دي زيدي بور لا ديكوراسيون. والطراوه ما نحكيلكمش، سي طرو 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 طوب ما شاء الله. تقدري ديري لا كونفيتور تاعك عادي ولا شوكولا ا فوتغ شوا. مادا بيا تجربوه وتبارطاجيو مي فيديو افيك فو بروش، سا مفيغا بليزيغ. Alors, nous nous retrouvons dans d'autres vidéos, inshallah. Tout à l'heure, faites-vous. Salam.